بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتقبل الله الصيام والقيام. نسأل الله تعالى أن يعتقنا جميعا من النار في هذا الشهر المبارك، في هذه الأيام المباركة والليالي المباركات في شهر الله المعظم، شهر الله رمضان. نسأل الله يجعلنا جميعا من المقبولين، ونسعد كثيرا التواصل معكم والاتصال بكم في هذه الحلقة الجديدة فتاوى على قناة البلد الفضائية. ربنا يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل الصالح ولي ذلك والقادر عليه، ونسأل الله تعالى يتقبل الصيام ويتقبل القيام ويعيننا على اغتنام هذه الأوقات المباركة في طاعة الله وفي ذكر الله وفي الإقبال إلى مرضات الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن معاصي الله وعن ما حرم الله عز وجل. ويا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، كما بشر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المنادي ينادي ولنستجب للنداء عسى أن نكون من الفائزين والمفلحين. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل خير هو لي ذلك والقادر عليه. وتمر الأيام والكيس والفطن، من دان نفسه وعمل واستعد للقاء الله سبحانه وتعالى وعمل للموت، والخاسر والعاجز والعياذ بالله تعالى، من تقاعس وتوانى وتأخر وتخلف حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن. نسأل الله يتوب علينا جميعا ولي ذلك والقادر عليه. ونسعد كثيرا أيها الأخوة والأخوات باتصالكم عبر أرقام التواصل التي تظهر أمامكم على الشاشة. مرحبا عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا. ألو، السلام عليكم. مرحبا عليكم، السلام، مرحبا بك دكتور محمد اللمين اسماعيل، لك الف تحيه وتصوم وتفطر على خير يا اخي. الله يحييك ويسلمك ويبارك فيك يا اخي. احمد مبارك، محليه الحصحيصه، غريه ام دغينه. مرحبا والله دكتور محمد اللمين. السؤال الاول، انسان مريض ومن امراض المزمنه والدكتور صرح له بانه يفطر وضغط على نفسه شديد وصام، السؤال الاول. السؤال الثاني، العطر في نهار رمضان، العطر النفاذ دكتور محمد اللمين. ايوه، العطر النفاذ شديد يعني يقتل الصيام. السؤال الثالث يا دكتور، السؤال الثالث عن ذهب الزينة، هل عليه زكاة؟ طيب، جزاك الله خير وبارك الله فيك، ربنا يتقبل لنا في الصيام والقيام وصالح الدعوات يا دكتور، ما تنسانا من عليك. الله يعافيك، شكرا جزيلا احمد مبارك، اهلا وسهلا ومرحبا عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا. السلام عليكم. يا مرحبا بك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. عليكم السلام، مرحبا بك دكتور محمد الامين اسماعيل، التحيه خاصه من الاهل مدينه النهود، معك مستوى، نحييك واحيي جميع ابناء النهود جميع انحاء العالم، ونتمنى لهم صيام، ربنا يتقبل الصيام والقيام ان شاء الله. الله يبارك فيك ويحييك ويسلمك. مرحبا يا اخي يونس اللون. انا في البلد ما شاء الله الغناء يا شيخ محمد اسماعيل واصله كل البيوت السودانيه، وهذا البرنامج ربنا يجعل لك في حسناتك. الله يديك العافية. في هذا الزمن الناس بيكونوا في بيوتهم ماكلين الراحة، وأنت شايل كل الصعاب لأجل الأمة الإسلامية، ونتمنى ربنا يجعل لك هذا البرنامج في ميزان حسناتك. الله يديك الصحة والعافية، مرحبا بك يا أخي يونس، مرحبا والله. محمد الأمين إسماعيل، نسأل بالنسبة إذا كان من استغاء الحديث، من استغاء في نهار رمضان بالنسبة للاستفراء. أيوه. وبالنسبه للطاعة الصرع، اذا كان زول في نهار رمضان جاء له الصرع، هل اذا كان بعد نصاب الصيام باطل ولا الصيام ما باطل؟ وبالنسبه للزول في العنايه المكثفه، هل يبطل عليه الصوم والصيام، يبطل عليه الصوم والصلاه ولا الصوم بس؟ اذا كان مثلا زول دخلوه العنايه المكثفه في نهار رمضان. ايوه. مثلا بالنسبه للحقن المغذيه الجريب، وبالنسبه للحقن الدوليه، وبالنسبه للناس الشغالين في الافرام. بالنسبة لهم يعني بعانوا كثير، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كل عمل ابن ادم له معاذ الصوم لي وانا اجزي به، يعني رمضان سخن، ودعني انك تحفظ الناس، يعني كل ما رمضان سخن العجل بيكون كثير.
طيب يا يونس قبال قلت لي الناس الشغالين في الافران في سؤال بينه وبين الناس اللي في العنايه المكثفه؟ لا انا ذكر ناس شغالين في الافران يعني اذا كان زول شغال في الفرن. ايوه يعني وباقي العيال ممكن يفطروا. واضح يعني عندك اربع اسئله يا اخي يونس. الله يديك العافية. يديك العافية، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. شكرا. الله يديك الصحة والعافية، شكرا لك كثير أخي يونس. يا هلا ومرحبا عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. ألو. يا نجم الدين، مرحبا، تفضل يا أخي نجم الدين. رمضان كريم. الله أكرم يا أخي، صوم تفطر على خير يا أخي. اللهم آمين. تفضل مرحبا بك. سؤال. أي تفضل مرحبا. كويس، عندنا طبعا أول يوم في رمضان إمام المسجد في صلاة التراويح. أيوة. الركعة الرابعة مفترض كان يقعد بالتسليم فما قعد، قام جاب الخامسة أو السادسة فبعد ذلك سلم. أيوة، هو بصلى في الأول ركعتين وسلم، ثاني قام صلى ركعتين وواصل طوالي. جاب الرابعة والخامسة والسادسة وسلم. أيوة. طيب. إنه بعد ما انتهت نبهه، لكن بعد انتهت الصلاة نبهه ثاني المصلين. فإنه قال يعني هي سنة يعني ما فيها حرج، لو كانت فرض كان ممكن يجد سهو، فعايز أعرف. أيوة طيب. يعني في العمل ما صحيح. أيوة. تسلم يا شيخ. بارك الله فيك يا. شكرا يا أخي نجم الدين. مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. معك مصطفى من سنارية. مصطفى مرحبا، تفضل يا اخي. ايوه مصطفى. شيخ. ايوه عليكم السلام. والله يا اخي انا بزعل من الشباب اللي بيضيعوا زمنهم غير ذكر الله وغير العمل فيه. هاي معاك يا شيخ. طيب شكرا جزيلا يا مصطفى، يديك العافية. يا هلا ومرحبا، عليكم السلام. الو السلام عليكم. مرحبا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ رمضان كريم عليكم وعلى الله جميع الشعب السوداني. الله يديك الصحه والعافيه. نستخدم دوام بالصحه. امين امين جميعا ان شاء الله، ربنا يجعلنا من عتقائي من النار ويتقبل الصيام والقيام. الصالح ادم محمد الكلف من ولايه الشمال دفان مبادر. الصالح ادم قريه شنو؟ ولاية شمال كردفان محلية صدر إدارية مبادر غرية المشروع إجراء. مرحب مرحب مرحب. التحية لكم والتحية لكل الجميع الشعب السوداني، وأطال الله في أعماركم. الله يديك الصحة والعافية. نستفيد من البرامج الدينية بالذات في رمضان ده يا أخي، ربنا يجعلها من ميزان حسناتك. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. بنسأل الشيخ، أنا طبعا عند أبوي تتبع شوية صحة تعبان وفطرته. بسأل ان الفطرة بتاعتي تكون كم اليوم كده؟ الوالد كبير في السن؟ ابوي نعم كبير في السن وعنده الم في كلاه وكده وبيحتاج يشرب مويه، انا ذاته فطرت بين الامين ابا والله ابا كله لكن قلت له لازم تفطر، عنده علاجات بياخذ فيها مشى الخرطوم ومنعوه من الصوم، لكن هو حاول اليوم الاول تعب شديد. طيب ايوه طيب خير ان شاء الله، سؤال عن الفدية. نعم ايوه تفضل مرحبا بك. الشيخ السؤال الثاني عنده اخوي برضو، يعني اخوي ده والله ما بصوم رمضان ده كله كله ما عنده اي حاجه، يعني بتكلم له يا زول رمضان ده يعني شيء يعني حق ربنا ولازم تصوم، وزول عاطي شديد وهسه قاعد معي بيسمع في الكلام ده الشيخ. الله المستعان. الله يعني تدعو له وربنا كده وان شاء الله تديه كلام كده قوي كده ان شاء الله، والله يا شيخ كل ما اتكلمنا معاه كده ما بيسمع الكلام. وقاعد يصلي ولا ما قاعد يصلي؟ كبير يا شيخ. نعم قاعد يصلي؟ بيصلي وياي، لكن رمضان ده والله ما عنده معي شغله، بقول لك انا عيان، بس انا عيان يا زول صوم رمضان، بقول لك انا عيان وصحته كويسه وتمام ما عنده اي عوز. طيب ما يمكن عنده مرض ما داري اوريكم له. والله الشيخ ما عنده مرض، انا ذاك قدامك وديته كده بس. شكرا صحه جيده. شكرا الله يديك العافيه، شكرا لك، اهلا وسهلا. يا مرحبا، عليكم السلام. السلام عليكم. مرحبا يا اختي، اهلا اهلا بك، اهلا بك اختي. رمضان كريم. الله يكرمك، الله يديك الصحه والعافيه، الله يبارك فيك. شيخ محمد الامين اسماعيل. مرحبا بك اختي، الله يحييك، اهلا وسهلا، تفضلي. يا شيخ محمد اسماعيل، انا تعتزيني الدوره الشهريه بعد ما الرب تعدي معي 15 يوم. ايوه. بيغتسل منها عادي وبغير الحفاظ وبناي وبمشي بصلي.
لكن انا ما عارفه وخايفه انه قبل رمضان بيوم انا اختفلت واي حاجه وصايمه وخايفه ما قعدت تتم 25 يوم و27 يوم يعني تجيني طواله. طيب جميل، حد اكثر حاجه 15 يوم يعني اكثر استمرار للدم 15 يوم؟ 15 يوم بعد مرات 16 يوم ده اليوم الاخر حاجه بختصر فوقه 17 يوم. كم 17؟ اي يعني تصل لحد 17 يوم. 17 يوم اي. طيب كثير الدكاتره. طيب وبقول لها حاله التهابيه وبدون علاجات بتواصل فوق الشهر في. طيب يا اختي معلش، هل المساله دي دائما يعني 17 يوم دي حاجه ثابته؟ طوالي اكثر من سنه وثلاثة شهور ولا سنه واربع شهور ما عارفه. هي في حدود ال 17 يوم. اي لا ده موضوع سهل ان شاء الله. اي يديك العافيه. السؤال الثاني يا محمد الامين. ايوه. عندي كانت مشكله مع زوجي. وما حصل فيها طلاق، ما حصلت فيها حاجه. تمام؟ ايوه. ففي اثناء الجماع تمام انا بقوم بتذكر المشكله. يلا بقوم بتعامل معاهم من دون نتيجة من دون اي حاجه. وبس يعني بعد مرات بقول له انا مش عايزه الحاجه دي. وخايفه من حساب ربنا، بيقولوا المراه اذا قالت للراجل ما دايراك ولا حاجه دي الملائكه بتنعلى وحاجه للتسليه. وبرقد معاهم من دون اي. طيب واضح يا اختي، اديك العافيه. آه. شكرا جزيلا. شكرا يا شيخ محمد الامين. اديك الصحه والعافيه، اهلا وسهلا. يا مرحبا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. تفضلي يا اختي، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعافيك، يديك العافيه. الله يعافيك ويسلمك، تفضلي. الله يعافيك، معك مودة هجر. مرحبا يا اختي. والله انا عندي امي توفت السنه اللي فاتت. ربنا يرحمها. ايوه انا ممكن يعني اطلع لها فترتها في رمضان كانت تطلعها. لا حق السنه اللي فاتت مش طلعتوا لها؟ لا هي السنه اللي فاتت كانت حضرة. ما صامت رمضان. ما قاعد تصوم رمضان. ما قاعد تصوم. ايوه يعني انت قصدك الفديه بتاعت الاطعام بتاع السنه اللي فاتت يعني؟ لا عادتها هي اللي بتطلعها فترتها في رمضان. أطلعها الفطره قصدك زكاه الفطر بتاعت العيد ولا قصدك اللي بيطلعها زول المبصوم؟ لا بتعمل هي فطور يوميا في رمضان. ايوه على اساس انها هي ما بتصوم تبقى لها فديه واطعام. ايوه طيب انتوا دارين تطلعوا عليها كصدقه يعني؟ ايوه ايوه. طيب يا اختي وعايزك تدعي لها بس يا رب. ربنا يرحمها رحمه واسعه ويجعل مثواها على الجنان يا رب العالمين. امين امين. الله يبارك فيك. مرحبا عليك والسلام. مرحبا عليك والسلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا الشيخ الامين. مرحبا عليك والسلام. الله الله يبارك فيك ويسلمك، مرحبا بك، تفضل يا اخي. العبيد احمد سعد معنا. منو؟ العبيد احمد سعد. العبيد احمد سعد مرحبا. غريبانة. مرحبا العبيد احمد سعد، تفضل. مرحبا. انا عندي دكتور امراض الان. ربنا يواليك بالعافيه. الله يديك العافيه، وبعدين عملت كم عمليه في ثلاث. ايوه. ايوه. دعامات. ايوه ايوه. ربنا يعجل لك الشفاء يا رب ان شاء الله. اللهم امين. امين يا رب العالمين. ما صايم. ما صايم. ما صايم. ايوه سؤال. فدار عارف تجي كم؟ هنا في الريف ده كنا ملخبط. يعني مره قمح مره رغيف مره كسرى. ايوه. طيب يا اخي العبيد يديك العافيه. الله يكرمك. الله يبارك فيك، شكرا لك. شكرا جزيلا. طيب نحن مستعينين بالله سبحانه وتعالى بحول الله وقوته وعون الله وتوفيقه وإذن الله ومشيئته. إن شاء الله تعالى نشوف الإجابة على الأسئلة دي، ونبدأ بأخونا أحمد مبارك من الحصحيصة من أم دغينة. بيسأل قال يعني عنده واحد مريض ومرضه الأطباء طالبوه أنه يفطر وهو مصر على الصيام. وطبعا شوف المريض المرض الذي فيه الرخصة للفطر إذا كان في ثلاثة حاجات يا أخواننا، إذا كان الصوم يؤخر الشفاء أو الصوم يتعارض مع الدواء أو الصوم فيه مزيد من المشقة والعناء. فإذا كان يؤخر البرء والشفاء أو يتعارض مع العلاج والدواء
او مزيد من المشقه والعناء، فده هنا بدي رخصه للانسان انه يفطر، ويدخل في قوله تعالى من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. واذا كان المرض مرض زمن، مرض مزمن، فده هنا بينتقل لفديه من طعام، فديه من طعام مسكين. فيلا بعد ذاك اذا كان الانسان صام وهو مريض فصومه صحيح، صومه صحيح، لكن ما يكون يؤدي الى يلقي بنفسه الى التهلكه. وبرضه نحن والله يا اخواننا ما دايرين التساهل المفرط ذاك، يعني في امراض كثيره تتفاوت من شخص لاخر. يعني زي مثلا مرض السكر، الناس عندهم السكري الاطباء ذاتهم يقول لهم صوم الا تشعر بتعب او تشعر بشيء. اما مساله في بعض الرسائل الان تلقاها حايمه ومريض السكر وبطلاقه، لا ده كده ما صح الكلام ده. والاثر بيظهر بعد 15 سنه يا اخي، بعد 15 سنه يمكن الساعه ذاتها تقوم يا اخي. فالكلام ده كله ما صحيح يا اخواننا. اذا كان الانسان في مشقه زائده او في شيء من هذا القبيل فده بيفطر. انسان عنده رخصه، يعني انا بقول مثلا مريض السكر عنده رخصه، اذا فطر اخذ بالرخصه، اذا صام صومه صحيح ان شاء الله تعالى وثوابه عند الله عز وجل. فاذا كان الانسان وصل لدرجه من العنت والمشقه الزائده التي تؤدي الى التهلكه، فهنا الصوم في حقه ما كويس، يعني بل قد يصل الى حد الكراهه. يعني انسان خلاص يعني لما اهله ذاته يقلقوا عليه يمكن الزول ده يموت لنا الليله ولا يفقد اي حاجه الليله، فده بيدخل هنا في الكراهه. وقد يدخل في التحريم كمان اذا كان يؤدي الى تلف عضو من اعضائه او يؤدي الى وفاته. فعلى كل حال يعني المساله فيها تفاصيل كثيره. بالنسبه للعطر في نهار رمضان ما بياثر بحاجه، مهما كانت ريحته قويه او ريحته نفاذه او ريحته سمحه ما بياثر في شيء. بس في اشياء ما بنستنشقها مباشره، خاصه الدخان. يعني اذا بضلع علينا بخور الواحد ما بيجي يستنشق الدخان، دي واحده. ثاني العطور النافذه، ما في عطر قوي لكن في عطر نافذ اللي هو زي الفيكس يا اخواننا، ممكن تاخذ لك فيكس في نخرتك هنا لحد ما تشعر به في نافوخك فوق، فده في الصيام ما بيجي. انا ما اقدر اقول لك يبطل الصيام لكن ما بليق مع الصائم. بالنسبه لذهب الزينه، هل فيه زكاه ولا ما فيه زكاه؟ اذا كان الذهب معد للزينه المحضه بس للزينه، ما لحفظ المال ولا مدخرينه للحوبه ولا مدخرينه لوقت الشده ولا نحفظ به قروشنا ولا كده، ده فيه قولان في جماعه من السلف ودل الجمهور اكثر اهل العلم قالوا ما فيه زكاه اذا كان معد للزينه المحضه البحته، فده ما فيه زكاه. وهذا مذهب المالكيه والشافعيه والحنابله في مشهور المذهب. في قول ثاني بيقول لا فيه زكاه حتى المعد للزينه، وده مذهب ابي حنيفه رحمه الله تعالى وروايه عند الحنابله واختيار ابن تيميه رحمه الله تعالى الجميع. فعلى كل حال إذا كان الذهب للزينة لكن عشان نصرفه لما دايرين قروش، ده فيه زكاة ما فيه خلاف. يعني هاك المرأة بس الذهب ده ويزيني بيه، لكن متين ما دايرين نشتري الحاجة الفلانية ولا دايرين نبني القطعة الفلانية أنا حاشيله منك، ده بقى كأنما هو مال مدخر. وعلى كل حال إخواننا الزكاة تحت الذهب ما الزكاة 40 واحد على 40، يعني في 40 واحد، يعني في 40 واحد، ربع العشر، ربع العشر. يعني إذا عندك 40 بيطلع منها واحد، عندك 400 بيطلع منها 10، عندك 4000 بيطلع وهكذا، يعني فهي ربع العشر. وإذا ما بالغ زكاة ما في، ما بالغ نصاب ما في زكاة أصلا مهما كان. النصاب 85 جرام. أخونا يونس لون من غرب كردفان عنده 4 أسئلة من النهود، بيسأل من استقاء، من استقاف عليه القضاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيف لا شيء عليه ومن استقاف عليه القضاء. وبعضهم حكى الإجماع إنه الإنسان إذا استقاء استقاء يعني شنو؟ يعني بالقوة يا أخوان، دخل يده جوا خشمه عشان يستقي، دع عليه القضاء. استقاء دع عليه القضاء. ذرعه القي فجأة بطنه قلبت كده حاجة طلعت غصبا عنه، ده ما عليه حاجة. واحد يقول لك ها طلعت كده ورجعت، برضو ما عليه حاجة على الصحيح يا أخوانا، برضو ما عليه حاجة على الصحيح، يبقى حكمها زيها زي الريق، زي ما عليه حاجة على الصحيح من أقوال أهل العلم. طبعا عندهم خلاف في إنها رجعت دي وإنه رجعت غصبا عنه ولا رجع عمدا. نحن ما دارين يرجع عمدا، كان رجع عمدا والله نقول أخير يقضي، لكن هو أصلا الواحد ما بيقدر ولا الواحد بيرجع له قي ولا استفراغ يرجعه متعمدا في الغالب يعني. فعلى كل حال إذا رجع ما عليه حاجة إن شاء الله تعالى. وإذا استقى عليه القضاء، يلا استقى ده ممكن يكون عليه ذنب ممكن يكون ما عليه ذنب. كيف؟ يعني مثلا واحد بطنه دي خلاص نفخت ما قادر كله يتصرف ولا قادر يتنفس وضايق ضيق شديد ما عنده حل غير انه بس الجوة ده يطلع منه شوية، ف
فده ما عليه ذنب، هنا ما عليه ذنب لكن يقضي اليوم ده لأنه تعمد القضاء. كويس؟ واحد بدون أي سبب بس كده داير يستفرغ، ده طبعا هيقضي ويستغفر الله بالذنب اللي عليه، والله تعالى أعلم. طيب بيسأل عن الصرع الذي يصرع المريض، الصرع نسأل الله السلامة والعافية، هل صيامه صحيح ولا صيامه ما صحيح؟ إذا كان الصرع في وسط النهار، في نص النهار يعني بعد ما نوى بالليل وأمسك بعد شوية جاته الصرعة دي، ده اللي هو الصرع زي المغمى عليه، فإذا كان جزء من النهار فالصوم صحيح يا أخواننا. وإذا استغرق من أول اليوم ليه الشمس غابت لازم يقضي هذا اليوم، يعني إذا دخل في نية الصيام وبعد ذاك أغمي عليه ولا أصابه الصرع، كويس؟ بعد ما دخل في نية الصوم ودخل في اليوم بعد ذاك أغمي عليه أو أصابه الصرع، لا أكل لا شرب لا أي حاجة، ما فاق لنا إلا العشاء، إلا العشاء صوم صحيح. يعني شنو الحاصل عشان نقول نقدر نقول الضابط شنو الضابط؟ إذا كان الإغماء بدأ معه من قبل اليوم واليوم جاء وهو مغمى عليه ده يقضي اليوم، بعد ما دخل اليوم وهو أصلا ممسك وأصلا ناوي الصيام جاءه الإغماء أو جاءه الصرع صوم صحيح، سواء كان فاق وسط النهار ولا فاق بعد غروب الشمس، والله أعلم. طيب بالنسبة لل الإنسان في العناية المكثفة ده ما طبعا أصله رخصته معاه، نفس الإجابة حتكون العناية المكثفة في الغالب يكون فاقد الوعي يكون كده يكون في حالة من الإغماء، فده أصلا هو عنده رخصته أصلا، وإذا صام صومه ما صحيح طالما. أما إذا كان جزء من النهار بيفقد الوعي أو في العناية المكثفة لكن واعي بأتم الوعي فصومه صحيح، إذا كان بيقصد عن الأكسجين أو أشياء زي دي فهنا هنا. لكن الإنسان في العناية أكيد بيكون عنده دريبات مغذية، بيكون عنده أشياء كثيرة بتتعارض مع الصيام، فهو برخصته إن شاء الله تعالى ربنا يشفيه يقضي أيام أخرى ولا ينتقل للفدية. طيب نحن نأخذ الفاصل قبل ما نشوف السؤال الأخير بتاع يونس لون، وبعد الفاصل نرجع لكم إن شاء الله، بقوا معنا يا أخوان. مرحبا مجددا الإخوة والأخوات. طيب أخونا نجم الدين أو قباله يونس لون عنده سؤال أخير، قال بالنسبة للأعمال الشاقة زي العمل في الأفران وكده، طبعا إخواننا بالنسبة للأعمال الشاقة عند أكثر الفقهاء يكاد يكون شبه قول الواحد إن ما بتعتبر رخصة للفطر، لأنه أصلا الأعمال الشاقة موجودة موجودة من قديم الزمان، مما ربنا خلق الإنسان، الله قال لا يخرجنكما من الجنة فتشقى، والعمل الشاق ده مصاحب للإنسان. طيب زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن التشريع ونزول التشريع وزمن الصيام وفرض الصيام والاستثناءات من الصيام للمريض وعلى سفر وللحامل وللمرضع وللحائض وللنفسة وللمجنون وللمغمى عليه وللشيخ الكبير وللمرأة العجوز وللمرضى، دي كلها الشريعة فصلت فيها. كويس؟ الأعمال الشاقة كانت موجودة فلذلك ما دخلت في هذه الاستثناءات، فلذلك قالوا العمل الشاق لا يعتبر أصلا عذر للفطرة، إذن ينوي وهو صايم. طيب إنسان دخل في عمل شاق والشغلانية بقى صعب عليه لما يمكن خلاص يودي العديل يعني يروح فيها، فزي ده الشريعة بتبيح له إنه يشرب حاجة، المهم شيء على أساس إنه يقضي باقي حيمسك باقي اليوم وحيقضي له قدام، لكن ده في آخر الشدة عند الشديد القوي زي ما بقوله. طيب أنا دار أقول من الأمانة العلمية في بعض الفقهاء وينسب القول لبعض السادة الحنفية رحمه الله تعالى، بيقول إذا كان العمل شاق ومعاش الأبناء عليه وما عنده أي حل تاني وما عنده طريقة، فقالوا هنا زي ده يجوز له الفطر على أساس أنه يقضي في أي وقت تاني، ودي أخذوا بها الحقيقة ناس دار الفتية المصرية، دار الفتية المصرية أخذوا بهذا الرأي اللي هو قول في مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فأما عامة المجامع الفقهية ما بيعتبروا العمل الشاق رخصة من الصيام. يلا هنا في برضو مسألة يا إخواننا، دعوة للتلاحم والتراحم بين الناس، يعني إنسان اللي عارفين عنده عمل شاق الناس يساعدوا على إنه في رمضان يقدر يمشي أموره. يلا في عمل شاق لكن ممكن الواحد يرتب أوضاعه، يشتغل الصباح الوطة باردة لحد وقت معين الساعة 10 كده 11، بعد ذاك يأخذ راحته باقي اليوم، أو يشتغل آخر اليوم أصله بعد شوية المغرب حيأذن إن شاء الله تعالى، ما فرقت كثير من العصر قبل العصر بشوية بعد العصر يقضي، أو يشتغل الليل كله والنهار كله يكون راحة، يعني إذا بيقدر يرتب أوضاعه ده يكون كويس جدا، يكون جميل جدا. في أعمال شاقة فيها ناس مسلمين وناس غير مسلمين، فترة رمضان دي نخلي الشغل كله للما مسلمين مثلا، المسلمين يشتغلوا بالليل أو يشتغلوا بعد رمضان، يعني أي حاجة أي علاجات زي دي الناس يحاولوا
يعالجوها ان شاء الله ويبادروا لها. الفتوى اللي هي عند قول في المذهب الحنفي وتبنوها ناس دار الفتيا المصريه بيقولوا العمل الشاق ده ما اي عمل شاق شاق، لا لا، بيقولوا العمل اللي فيه المصلحه العامه الذي تتعطل به الحياه. يعني مثلا زي الخبازين مثلا، انا ما متبني رايهم ده لكن ده راح يصلك بصوره كامله كويس. بيقولوا مثلا زي الخبازين، يعني ما ممكن نقفل المخابز رمضان ما في عيش كله، ولا قالوا يعني في ناس بيحتاجوا ياكلوا بالليل، في ناس بالنهار لازم يكون في عيش، في ناس بيشيلوا عيش يمشوا بقرى بعيده، في شفاع جعانين. المهم فالحاجه اللي بيكون فيها مصلحه عامه وتتعطل مصلحه عامه الناس دي قالوا يكون معاها ممكن يكون معها الفطر. لكن في عمل شاق ما بتتعطل معه الحياه زي المناجم مثلا، ناس شغالين في مناجم ذهب، مناجم ذهب وتحت الواطه وشغل بتاع نيران وشغل، لكن قول الذهب ده كله ما طلعنا في رمضان، المشكله شنو يعني؟ ما بيأثر بحاجه. فده درايم كده. لكن انا بقول لك ما عليه اكثر الفقهاء بما فيه المعتمد في المذاهب الاربعه، حتى المذهب الحنفي المعتمد في المذاهب الاربعه، انه العمل الشاق ما بيعتبر رخصه، والزول بيدخل بنيه الصيام وينوي الصيام بعد ذاك اذا شد عليه الشديد ذاك الصعب ذاك حاجه قد تؤدي لهلكه ولا كده، يشرب المويه ويغضي اليوم لقدام. لكن زي ما قلت يا اخواننا، نحن والله دايرين نظهر التكافل في شهر المواساه، شهر المواساه وشهر التآخي وشهر الإطعام وشهر النفقة وشهر الجود وشهر الكرم وشهر الخير وشهر الصيام، نعين بعضنا البعض على الصيام إن شاء الله تعالى. أخونا نجم الدين قال في إمام صلى بيوم التراويح، صلى الأولى والثانية سلم ماشي كويس، صلى الثالثة والرابعة بدل ما يسلم بعد الرابعة قام للخامسة، فنبهوه قام واصل السادسة، واصل الركعة السادسة، هل صلاته دي صحيحة ولا ما صحيحة؟ نعم في بعض السادة المالكية بيقولوا كده ممكن، يعني بعض المالكية، أنا ما أقدر أقول لك ده المذهب، لكن بعض المالكية بيقولوا كده ممكن، وخاصة في صلاة قيام رمضان والتراويح وكده بتساهلوا فيها، كويس؟ بيقولوا كده ممكن، لكن يقولوا يسجد بعدين سجود سهو. الله تعالى أعلم يا إخواننا، الراجح التصرف ده خطأ. ليه؟ لأنه إنما الأعمال بالنيات، والصلاة بالذات تفتقر الى النيه وتحتاج للنيه، كويس؟ فالزول ده خش بنيه ركعتين، يبقى الركعتين اللي عملوا مزايدات ديل ما معهم نيه، ما معهم نيه ما مقبولات، ما معهم نيه ما... النيه ينوي اسع ما في طريقه ينوي اسع. النيه يا اخواننا اما ركن بتكون في بدايه الصلاه مع تكبيره الاحرام، او شرط بتكون قبال ما كبر تكبيره الاحرام، دي النيه. لكن بعد ما كبرت تكبيره الاحرام وشرعت في الصلاه ثاني ما في نيه. لكن شنو؟ انا ممكن انتقل من الاعلى للادنى، ما هي النيه ما بقى زي ما تقول عندي نيه فايضه، كويس؟ انا خشيت بنيه اربع ركعات ممكن ابقيهم ركعتين يا اخواننا، خشيت بنيه فريضه ممكن ابقيها نافله، يعني انا انتقل من الاعلى للادنى، لكن ما بنتقل من الادنى للاعلى، يعني خشيت بنيه ركعتين ما ببقيهم اربعه، ما ببقيهم اربعه، الاثنين الزايدات دول دايرين لهم نيه براهم، دايرين لهم نيه خاصه. وما بتتنقل في تنتقل في المتساوية، أنا خشيت بين الظهر ما ببقي عصر، خشيت بين العصر اتذكرت أنا ما صليت الظهر خلاص أقلب دي ظهر، ما في طريقة إلا تقطعها وتخش الظهر من أول جديد، كويس؟ وما بتنتقل في النية الخاصة بفضل معين لنية عامة تانية، يعني أنا قبل قلت لك إذا خشيت باثنين ما ببقيهم أربعة لكن الأربعة ببقيهم اثنين، طيب خشيت باثنين دار أبقيها واحدة تبقى لي الوتر، ما في طريقة. ليه؟ لأن الوتر دار لنا نية مخصوصة، والوتر مع أنه واحدة لكن عنده ثوابه الخاص به. فده باختصار كده يا أخي نجم الدين، الراجح أنه التصرف ده تصرف خطأ، وتنبهوه أنه إنما الأعمال بالنيات. وفي الحالة زي دي طالما قام للخامسة وأصلا ما كان ناوي يصلي وراء بعض أربعة يرجع طوالي، وبعد ما سلم يسجد سجود سهو بعد السلام للقوم والقعدة الزادة في الصلاة دي، والله أعلم. مصطفى من سنار قال بالنسبة لتضييع الزمن عند الشباب وكده، والله يا رمضان يا أخي دائما بنقول يا أخواننا شهر الخير وشهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق من النار، ورغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له، خاب وخسر والعياذ بالله، خاب وخسر يا أخواننا. فنحن والله نسأل الله يغفر لنا جميعا، أقولوا آمين يا أخواننا. كثروا الاستغفار وكثروا الأذكار وكثروا الصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، ده شهر 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 العبادة، وشهر تضاعف فيه الحسنات، وشهر الحسنة فيه أجر يعلمه الله تعالى،
وزي ما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى في بلاغاته: بلغنا أن التسبيحة الواحدة في رمضان أفضل من 1000 تسبيحة في غير رمضان، وأن الواحدة في رمضان أفضل من 1000 ركعة في غير رمضان. فده شهر التسبيح، شهر التراويح، شهر القرآن، شهر الاعتكاف، شهر القيام التهجد، شهر الصلاة، شهر المساجد، شهر كله عبادات وأيام ماشى سريع يا أخوانا. يا أخي أحبس نفسك الأيام دي بس والليالي دي يا أولادي الشباب يا أبناء الكرام، أحبسوا نفسكم عن أي حاجة ما بترضي ربنا لحد ما الشهر يمشي إن شاء الله، ربنا يكتبنا جميعا من الفائزين إن شاء الله. أخونا الصالح آدم من شمال كردفان من سودري بيسأل، قال الوالد مصر على الصوم لكن الصوم بضر عليه شديد جدا ويسبب له أذى شديد وضرر كبير، وبشهادة الأطباء وألزموه بالفطر وهو أبى يفطر وهو فطر بالقوة. طبعا يا إخواننا إذا كان يؤدي إلى الهلكة ده شيء، لكن دار أديك كلامنا الفقهاء قالوا يا إخواننا الواحد ما بنلزمه إلزاما بالقوة كده، ده ما نلزمه إلزام بالقوة، طالما زول عقله سوي وعقله سليم ما بنلزمه بالقوة. دي أنا دار أديك لها قاعدة. على كل حال إن شاء الله ربنا يديك الأجر في برك بوالدك بوالدك. وانا دار اقول لاخوك ده يعني هسه شوف عليك الله، ابوك بالقوه دار يصوم، وانت ربنا اداك قوه وصحه وعافيه يا اخي، الله اداك الصحه والعافيه ما تصوم. انا ما اعرف لكن اخوك ده طالما بصلي باقي لي هو عنده حاجه ما دار يوريكم، لكن في مرض داسي منكم الله اعلم، لانه اذا كان بيصلي ان شاء الله الصلاه دي بتخليه يصوم، فان شاء الله يكون بعافيه. فالصوم يا اخواننا والله يعني انا دار اديك كلام جميل جدا. في حديث طبعا في معلقات البخاري وجاء عند أبي داود في السنن وعند الترمذي وعند أحمد في المسند: من أفطر يوما من نهار رمضان متعمدا لا يجزه صيام الدهر وإن صام الدهر. طيب اديك العافية. عندنا سؤال في الكنترول يا أخواننا معلش. طيب هنا يا أخواننا من أفطر يوما متعمدا من نهار رمضان لا يجزي صيام الدهر وإن صامه، لا يجزي صيام الدهر وإن صامه. طيب وقال الزهري رحمه الله تعالى: أجمع من نعرف من أهل العلم. بعدين الذهبي لما يقول لك من نعرف عرفة الذهبي دي ما عرفة سهل، عرفة الإمام الذهبي ده من أعلم الناس بعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل، ده مرجعية. فقال أجمع من نعرف من أهل العلم أن إفطار يوم متعمدا من نهار رمضان أكبر عند الله، أكبر عند الله من الزنا والسرقة وشرب الخمر مجتمعات. يعني أهون 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 في وقت واحد يوم واحد يسرق ويزني ويشرب الخمرة ولا يفطر يوم واحد متعمد من نهار رمضان، لا إله إلا الله. فإخواننا ده ركن، يعني ده رمضان ده ركن مش فريضة وكده بس، لا هي الفريضة ذاتها ما سهل، لكن ده ركن، دي أركان قائم عليها الدين، خمسة أركان معه شنو؟ معه الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع الصلاة المكتوبة، معه الزكاة، معه الحج، والحج من استطاع إليه، الحج من استطاع إليه، والزكاة اللي عنده مال وبلغ نصاب ونصاب نصاب هم نصاب هين النصاب السنة دي يمكن قريبة 4 مليون اللي هي بيقولوا 4 مليار نصاب ما سهل، يعني هذا الزكاة دي لقدرة والحج لقدرة، يبدأ الصيام شوف معه شنو. فما نفرط يا اخواننا في الصيام. طيب اختنا الكريمة بتسأل، قالت عندها الدورة العادة الشهرية مستمرة 17 يوم ودي حاجة ثابتة خلاص، دي عادتك كده يا اختي، يعني انا قبل سألتك إنك هل المسألة دي ثابتة؟ قلت لي ثابتة خلاص الحمد لله إنها ثابتة. لو ما كانت ثابتة كان حتكون الفتوى ذاتها صعبة بالمناسبة، لكن طالما هي ثابتة لحد 17 يوم دي ثابتة، دي خلاص تبقى الحيض بتاعي. طبعا الماء ثابت مجهجة والشغلانية استمرت كثير، هنا تحيض نصف دهرك لحد 15 يوم، نصف دهرك نصف الدهرة حيبقى معناه شهر، لأن هي عادة شهرية أصلا هنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة جات اشتكت شغلتها مرة تزيد مرة تنقص والشغلانية مرة تجور عليها 20 و30 ومرة تنقص ثاني ومرة تزيد وكده، فقال لا تحيض نصف دهرك لحد 15 يوم يعتبريها حيض، الماء الزاد يعتبر استحاضة. لكن انت قلت لي المسألة دي ثابتة عندك 17 يوم خلاص ده يعتبر الحيض يا أختي،
نقصت خلاص ال 200 ما طهرتي انت طاهره. وصلت ال 17 ده يعتبر الحيض. الحكايه استمرت عليك على هذا الاساس ده يبقى الحيض كده ثابت على هذا الاساس والله تعالى اعلم. طيب قال حصلت مشكله بينها وبين الزوج قديما وعادت الامور وكده، لكن احيانا تتذكر يا اختي الصلح خير ومن عفا واصلح فاجر على الله. وانسان مهما كان اخطا وكده لكن طالما ابدا اعتذار وابدا تاسف ان احنا نكون طيبين ان شاء الله تعالى، طيبين ان شاء الله ونقبل العذر والاعتذار. والعلاقه الزوجيه علاقه ما سهله، وده الميثاق الغليظ، واخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ ربنا ذكره في الزوجيه وذكره في الانبياء، شوفوا الكلام ده كيف ميثاق غليظ، ده ميثاق غليظ. وده عهد وده ميثاق ودي حياه بين شريكين. فان شاء الله تعالى تجاوزي عن الهفوات وعفى الله عما سلف وكده. طيب قالت يعني احيانا في اثناء المعاشره الزوجيه والجماع قد تكون المراه كارهه، هي تكون كارهه او ما كارهه دي ما بياثر بشيء بالنسبه لها، لكن اذا دعاها زوجها ولم تجبه هنا باتت تلعنها الملائكه حتى تصبح، وبات يلعن الذي هو في السماء وعلى الغضب وكده ونحو ذلك، على اساس انه اذا منعته الحلال يمشي يفتش الحرام، تكون هي السبب، ومنعته حقه. لكن طالما ادته حقه بعد ذاك هي تجاوبت ما تجاوبت كارهه راضيه ده ما بيفرق كثير يعني. لكن دار انصحك انت يعني ما تخلي الشيطان يدخل كل مره تتذكري اشياء ربنا عفى عنا ان شاء الله، وانسان ابدا اعتذار وتاسف وعفو اقبل ان شاء الله. اختنا موده هجو بتسال، قالت الوالده رحمها الله تعالى توفت، وكانت زمان لما ما بتصوم بتطلع الطعام للناس تاكلهم على اساس انه يبقى لها فديه. جميل. طيب هي ادت العليه الوالده، قالت هل نحن نعمل نفس العمل ده؟ اذا عملتي نفس العمل بنيه انه ليها حيبقى لها صدقه جاريه ان شاء الله. إذا عندها باقي فدية أعملي نفس العمل بينية الإطعام لها والفدية تتم، الفدية الناقصة الما تمت زمان. إذا هي فدية الحمد لله كلها تمت دار تواصلي عملها ده، أول حاجة بيبقى لها إن شاء الله تعالى صدقة، أنت صدقتي صدقة منك لها والصدقة بتصل إن شاء الله. زي ما قال الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لي يا رسول الله أمي ماتت أينفعها إذا تصدقت عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم وعليك بسقيا الماء. فأنت تطلع إليها الصدق إن شاء الله. أخونا العبيد أحمد سعد قال هو مريض، ربنا يديه العافية بالقلب، ربنا يعافيك إن شاء الله تعالى يا العبيد، واغتنم فرصة الشهر ده، أبواب السماء كلها مفتحة ووسط الصيام آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ربنا يستجيب لنا جميعا ويجيب دعاءنا، نسأل الله اللهم أجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، فربنا يواليك بالعافية. الفدية تطلعها، الفدية دي يا أخوانا ممكن تطلعها كلها وقت واحد، ممكن تطلعها يوم يوم يوم، ممكن تطلع ما عندها سقف زماني، ممكن لا بعد رمضان، لكن افضل نطلعها في رمضان. الفديه هي فديه طعام مسكين، فديه طعام مسكين في كفاره اليمين هناك اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، هتبقى من اوسط طعام البلد، اوسط طعام البلد. السؤال ده كل يوم انا بقوله في البرنامج ده، اما نقيسه بالوجبه المشبعه كويس، الوجبه المشبعه بتاعت الوسط واوسط الطعام، أو بالوزن أو بالكيلة. طيب بالوجبة المشبعة، الوجبة المشبعة اللي هي الأكل المشبع حق غالب الناس، غالب الناس يا أخواننا كسرة بالملاح، عصيدة بالملاح، لقمة بالملاح، قراصة بالملاح، ملاح بالعيش، فول بالعيش، فتة بتاعت فول، فتة بتاعت رز، ده غالب القوت بتاعنا نحن، أهل السودان، ده غالب القوت، دي الوجبة المشبعة المشبعة. طيب في حاجة اسمها الوزن، الوزن كيلو إلا ربع، الشيل بنوزنه كيلو إلا ربع، أي موزون كيلو إلا ربع، كان بقى دقيق كيلو إلا ربع، كان بقى فاصوليا، كان بقى عدس، كان بقى رز، كان بقى الحاجات اللي بيوزنها كيلو إلا ربع، كويس؟ إذا كان المكيل الكيلة بتقضي ثلاثة، الربع اللي بنسميه ربع، مع إنه سبحان الله عندنا مشكلة الأسماء بتختلف من منطقة لمنطقة في السودان، الربع اللي هو فيه كيلتين بيقضي 6، الكيلة 3. طيب دي الفدية، شوف دي تقدر بكم، دي الفدية اللي عليك يا اخواننا. فدية الطعام، فدية الاطعام، الزول الما صايم ما بتجزي فيها القيمة، القيمة انت بتطلع عشان الناس يشتروا بها اكل، يعني انا بفرق بينه وبين زكاة الفطر، وان شاء الله تعالى حيكون عندنا كلام بالتفصيل باذن الله تعالى عن زكاة الفطر. لكن هنا حتى لما تطلع طعام بتطلع طعام عشان انا اشتري اكل، انت اديتني قروش عشان اشتري اكل، انت طلعت قروش، قلت لي هاك يا اخي
انا عندي فديه. فديتك كم؟ قلت لي فديتي حقت 30 يوم. طيب اديتني 30 يوم، انت دارني اضعم لك 30 مسكين. شوف ال 30 مسكين اللي بتقضيهم كم؟ اديني لها القروش اللي بتقضي ال 30 مسكين. يعني انت ما ممكن يا اخواننا، في ناس يقول لك والله يا اخي ما قالوا لنا الفديه بس حد كده قروش معين وكده، وانتوا ما تشددوا علينا. دي ما تشديد، دي ما تشديد. انا والله يا اخواننا ما داير الناس يعني يتبعوا رخص ولا يتبعوا زلات علماء ولا حاجات زي دي. يعني انت ممكن تديني قروش عشان اطعم لي 30 مسكين؟ شو بتجيب لهم الاكل ولا ما بتجيبوا لهم؟ بينك وبين نفسك انت ده، انت ده واولادك في البيت بتقضيك اكل المساله دي ولا ما بتقضيك؟ ما بتقضيك ما تعملها. بعدين الفيديو دي ما حاجه دارين نديها لحكومه ولا دارين نديها عشان الوضع صعب عشان نقعد نخفف على الناس. دي حاجه بينك وبين الله انت بتفدي. هي اسمها فديه ليه؟ ما بتفدي بها نفسك. ما انت خليت ركن من الاركان، عندك عذر هاي، لكن ده ما ركن. الركن ده لما يتهدم الدين ما بتخلخل. فعشان كده بتطلع الفديه. الفديه دي لله، لله جل جلاله. يعني ما شددتوه علينا ولا خففتوه علينا ولا ما مشى لحكومه ولا مشى لمعارضه، دي مشى لرب العالمين سبحانه وتعالى يا اخواننا. للفقراء والمساكين ولن ينال الله لحومه ولا دماء ولكن ينال التقوى منكم. فاخلصوها لله وطيبوا بها نفسا ان شاء الله. يا اخي العباد رب يديك العافيه. في سؤال هنا، هل اذا كان انسان احد الوالدين توفي الى رحمه الله تعالى هل يمكن ان يصوم عنه؟ لانه ورد في الحديث قال يعني امي ماتت وعليها صوم، قال ارايت ان كان على امك دين اكنت قاضيه او كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله او حق الله حق بالوفاء، او دين الله حق بالقضاء. وورد من مات وعليه صوم فليصوم عنه وليه. ورد احاديث في هذا الباب. اكثر العلماء على ان هذه الاحاديث محموله محمل النذر، لانه الروايات بيفسر بعضها البعض. يعني في بعض الروايات انه نذرت الام انها تصوم، فقال النبي عليه الصلاه والسلام من مات عليه صوم فليصوم عنه وليه. طيب يلا، هنا عندنا السؤال يا اخواننا واقوال الفقهاء. اذا كان انسان عليه صوم، انسان عليه صوم وانتقل الى رحمه الله تعالى، انتقل الى رحمه الله تعالى عليه صوم، ماذا نفعل؟ اولياؤه اولاده يسووا شنو من بعده؟ ماذا يفعل؟ طيب اختلف الفقهاء في ذلك على اقوال. انا اديك القول الاول الراجح، بعد ذلك نشوف الاقوال الثانيه. الشافعيه والحنابله رحمهم الله تعالى قالوا نحن نقضي عنه او نصوم عنه. يعني اذا قضيت عنه ممكن، واذا صمت عنه ممكن، لكن الافضل عفوا ما هو نقضي عن صوم، نقضي عنه او نطعم عنه. اذا قضيت عنه ممكن، واذا اطعمت عنه ممكن، لكن الاطعام افضل. ليه الاطعام افضل يا شافعي وحنابلة؟ قالوا لانه الصوم عباده ذاتيه، الصوم ده عباده ذاتيه ما متعدي، الانفاق ده ما متعدي. انا ما بطلع اكل ولا بطلع قروش بينتفعوا بها المساكين والفقراء، دي متعديه. فاذا كان انسان عليه صوم وتوفي الى رحمه الله، نحن نطلع اطعام نوزع للفقراء والمساكين افضل مما نصوم عنه. طيب ممكن نصوم عنه؟ عند الشافعي والحنابلة اي قالوا ممكن، ممكن نصوم عنه، قالوا ممكن. طيب نصوم كيف؟ قالوا مثلا اولياؤه، يعني مثلا عنده 5 اولاد وعنده 5 ايام، كل واحد يقول انا بصوم يوم. عنده 10 ايام، كل واحد قال انا بصوم يومين. واحد قال لهم انا بصوم لي 6 ايام، شوفوا الاربعه الباقيات توزعوها انتم، وهكذا. فده اذا صمنا، لكن افضل الاطعام يا اخواننا، الميت افضل الاطعام الا في حال النذر. يعني اذا كان عنده قضاء من رمضانات فاتت، عنده كفارات، كفاره يمين، كفاره تمتع بالعمره الى الحج ما استيسر من الهدي من لم يجد فصيه، يعني حاجات زي دي، الافضل الاطعام، الافضل الاطعام. كويس. عند الحنفية والمالكية قالوا الميت عليه أيام ما بتتورث المسألة دي. يعني شنو؟ يعني لا نقضي لا نطعم. قالوا لا نقضي لا نطعم، هنعمل شنو؟ قالوا إذا هو وصى، قال يا أخوان أنا علي أيام وأطعم لي. هنا بننقل من باب الصيام لباب الوصايا، من كتاب الصيام لكتاب الوصايا، هتبقى وصية مالية ملزمة من باب الوصايا. الراجح عشان ما ندوخ الناس كثير، إنه إذا كان إنسان مات إلى رحمة الله تعالى، ربنا يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين، هنا وعليه أيام من رمضان ولا عليه كفارات ولا كده، نطعم مساكين بعدد هذه الأيام. ده الأفضل إن شاء الله تعالى، ومجزية بإذن الله عز وجل. لا، إذا مثلا ما عنده صيام، ما عليه صيام، هنا بعد ندخل في باب الصدقة. ما هي الصدقة بتنفع الميت؟ بتنفعه. اتصل الميت، اتصل. ومر معنا قبل شوية حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، قال لي يا رسول الله أمي ماتت أينفعها إذا تصدقت عنها؟ وفي بعض الروايات قال لي يا رسول الله أمي ماتت
ولو تكلمت يعني ايام الاخيره دي بقت ما قادره تتكلم، لو تكلمت لاوصل النبي عليه الصلاه والسلام قاطعه قال لي ما شرط توصي بس انت ينفعك اذا تصدقت عنها، ينفعني اذا تصدقت عنها؟ قال لي نعم. قال له عليك بسقي الماء. سقي الماء ده من باب المثال يا اخواننا، من باب المثال يعني ما حصريا، يعني اي صدقه تصل للميت ان شاء الله تعالى والثواب بيجري عند الله تعالى. نحن يمكن وصلنا الى نهايه هذه الحلقه وندعو الله عز وجل ونتضرع الى الله، اللهم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين، اللهم ما كتبت لعبادك في هذا الشهر الكريم المبارك من خير وفضل واجر وبركه وعفو وعافيه ومغفره ورحمه وسعه رزق ورضا وقبول ونصر وتمكين وستر ورفعه ونعمه وهدايه وسعاده وزياده وشفاء وصحه وسلامه وسلام وامن وامان وصلاح وفلاح وفوز ونجاح وتوفيق وسداد وهدى ورشاد وفوز بالجنة وعتق من النار، اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. تقبل صيامنا وقيامنا واعتق رقابنا من النار، واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ومشايخنا وكل من له حق علينا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. تحايا الفريق العامل في قناة البلد، إن شاء الله تعالى جديد اللقاء بإذن الله في مثل هذا الموعد غدا بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، دمتم في عون الله ورعايته، فصوموا وافطروا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.